البنات جيت عند الحالة الماركت باش نشري اللحم تاع الشوربة وكاع، وغادي تشوفوا البنات كيفاش الاخر شنو هي وتشوفوا العربية العدو العربي هنا باكستاني حالة الماركت اولا انا وتشوفوا الغلا اللي عنده باش نشري في الديول تاع البوراك يا توبي اقعدوا معايا غوز ما صبنا شاريو. السلام عليكم، غادي نبدا بالسميد. جربي تشوفي نبدا سمحي تشوفي ماما نبدا بالسميد الحسوه قلت لك زوبي يا اختي والله غير الحسوه ما كان لا سميد خاشن لا شوف هذا بصح لا فيه الكحوليه هكا هذا وك مليح شوفي ها انت خشين بصح فيه الكحوليه قالك روس بصح زوبيه هذا مواسي روس كيفاش نقولوا روس روس هو مواسي زوبيه شتي هو روس محمص محمص هات شوفي ندير شنو بغيتي شنو تشوفي هذا شتا هو مالك سميد سميد هاك الجايه ايه هذيك هاد الصغيره لا لا هذيك محمصه قال تشوفي يا بنيتي ما باليش واه كيف كيف واه على بالي هاي شوفوا روح شوفوا الديول الديول عندهم ما جابوا ديول شوفوا البنات هذا امان هذا كي داير خاص يعني هنا سبرينغ رول ندي هنا نبغي هذا بصح غادي نجرب هذا امان هذا غير ما تدوروش بيه باسكو ماشي مليح البنات والو راه شوف هذا يكون دو تو دولارون هذه لا بات فيت تاعها قار هذه هي عندك البنات اللحم غادي والله نوريكم فايده قريب يكمل هذا يجيك من العوده 5.99 يا الدجاج كلشي غالي هذا شنو هذا تاع الفيل شوفي هذا كيسمه شوفي شوفي لا دات دو بيرومسيون تاع هذا شوفي شوفي لا دات دو بيرومسيون هنا وا لا لا ماشي شتاك لا راه دابا هو ولا يقرع يقرع الاخر وا 50 حرف هذا شحال غلا حوجي 10 دولار للباوند غنمي خوتي والله ما نشري 10 دولار البنات 10 دولار ولا البون خير البارح صافي اون سيمين كان يا بنيتي براسها هي ما تزيزه ما يلحقني غادي نشري ربعه من هادو نقسمهم على ثلاثه زوبيا 10 دولار حرام خوتي كلبو هذا بوك تاع حليب هذا بيف لا ما نبغيش ندير بالبيف نروح للكوسكو نجيبها برا الله الله هيا ليهم اصوي البنات صب هذا السميد مطحون فانا غادي نخلطه مع الرقيق اوكي ها ولا ويت فلور هو غليظ لا غليظ كورس هذا هو اللي كنت باغياته شحال جا البنات اللحم جا 18 دولار التشين هذاك الاخر طحتو على ثلاثة غير باش نرمي به الشوربة غادي نديرو زعتر غنديرو التقشف وي 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 طيحتيك هاكا الناس ها هذا الزعتر شتي نشري الزعتر بصح حتى بصح شندير به غادي غندير بابا من بعد كي نجي راح الجزائر كيما تجي غادي شي جديد اي بابا يبغي الزعتر تاع عارفين مسكين اول بيربوس سيزنينغ لا عندي كمون ها هو المظهر ها اللي قتدي اللي قتدي ماء الزهر ما تديش ماء الورد الا درتي ماء الورد كلاك كلاك بوبي هذا ماء كيوره شتي زي ماء كيوره ها الا ديتي هذا ماء الورد روز وار لا لا هذا في واحد البنه خايبه اللي قتدي هذا ماء ماء الورد ماء الزهر هذاك ماء الزهر لا يا ماء الزهر اللي قتدي هكا انا عندي في الدار ماء زهر ماء زهر شتي غاشي ماء زهر وا ماء الزهر شتي غاشي هي بعدي بعدي هاو الناس شي رمضان هذا
لخيت حالي راه عندي قلابج هادو شحال عندك شحال يدين؟ 7 دولار. انا يا البنات ما شاركتكش معاكم واحد الحاجه، هذا اربع ما يكون، هذا اللي جميل، هذا السمن بالسمن البلدي، هذا البنات هذا السمن عندك يا صح، هذا السمن تاع تاع البقره نيشان، هذا بالسمن البلدي يمشي بالسمن هذا البنات. شحال بنين، انا ندي غير من هذا كي يكمل نعاود ندي هذا غارليك هذا توم، لا توم مقطع مشري اي صايي، العرب العرب يضربك من الكرعين وما يحيرش فيك. كوكونات، هاي الكوكونات اللي عطيتك قرب الكاطو، ما بعدي عليا مدام. بنات يا بنات يا بنات يا بنات البنات، تعقلوا تعقلوا هذا السيرفيس تاع روميو وجوليت اللي شريته لا فوا باسي، شريته وشريت معاه لي زاسي دي اون اسيت كروز، هذاك اللي نحطوا فيها الفلفلاي تو البنات، بصح ما صبتش معاها لي بول، حوس باغتو لي بول تاع روميو وجوليت ما صبتش. الوغ اليوم خرجت رحت للحانوت، شوفوا واش تلقيت البنات، جيتي تما جي بريفيري باش ندير هادو لي بول ترونسبارونت معاهم هكا، باش هي جو سي با قولوا لي على على الديكور عجبني انا، هبني هكا باش يتبان لي الاخر. جا شباب البنات شريت هذا وشريت البنات هكا، وغادي ندير دي سيرفييت اون بلو، وبغيت نبدل لاب نديرها اون بلو الاخر، هذا ديكوراسيون تاع رمضان اللي غادي نديرها ان شاء الله، شريتهم هكا، شريت 6 اوكي، باسكو عندي جو بونس عندي 6 هادو، جو بونس 6 ولا 8 ليسونسيال، انا شريت 6 وشريت هذا البنات، قررت نوري لكم نشارك مع خياتي، توحشتكم نشارك معاكم صوالحي والله لا توحشتكم. شوفوا هذا رسلته لي حماتي، رسلت لي زوج من الجزائر اوكي، من نقولها شكرا لك حماتي العزيزه، رسلته لي مع جوزي باش ندير فيه الصوالح تاع العسل اوكي. ها هما لا شابين يا هيسون مانيفيك، عجبوني هادو شريتهم، زيدو مع حاجة ترونسبارونت مع الكيسان كي يجو هاكا ولا سما، ديجا هادو راهم تخي زارامود قالك قالك داك اللي قالك يا قولولي عجبكم البنات. ها اليوم غادي ناكلو الصومو، قول السلام عليكم. السلام عليكم البنات، ديجا شاركت معاكم هذا الصومو هنايا، شوفوا هنايا درت الرز مكسيكي، شاد الرز المكسيكي البنات الا بغيتوني نعاودها معاكم، ما فيه لا لحم لا والو، بصح يجي يهبل، يخدموهما بالقصبر وبالليم مع التالي اوكي، الا بغيتوني نعاودها معاكم قولوها لي في التعليقات. هنايا عندي الصومون البنات راه شويه غالي، هذا مش عارفه شحال فيه، شريتو قريب 21 دولار، راهم دايرينهم 10 دولار لو باوند، 10 دولار لو باوند سافي دير 21 صافي دير هذا فيه 2 باوند كيلو البنات، شحال ندير له، ديجا شاركته معاكم، يجي يهبل بالغارليك بالغارليك بارو الغارليك صوص كي اسمها شتو سام هي سالمون بالغارليك، ما شاء الله تبغيتي يا سام دير له سالمون، انا راح نغص له نشفه ونقطعه، ما غاديش كاع ندير هذا باسكو هذا ما دخلناش الكونجيلاتور قبل، في الشوك لا فيه لا ما فيهش، يحبه ولا زوج شتا فيه شوك يحبه ولا زوج لا غادي نقطعه هاك واللي بقى نديره غراتان ولا نديره عفسه هاكا باسكو نقطعه نقاش ندير كي نقطعه هاك لا في الشوك في الوسط شتا فيه شوف في الوسط اوكي صح لقيتك قلعي الوسط بصح ريحتها هذا مش شابه. شوفوا البنات انا غادي نقطعها هكا باسكو على هذه غادي رقيقه بزاف غادي غير تنحرق لي في المقله، غادي نقطعو هداك اوكي قطعوه بشويه بشويه، هنايا هنايا الصومون ماشي غالي بزاف غير باش نقول لكم، تعرف علاش الاسكا في النورث فيها بزاف صومون و يجيبوها سهل باش يجيب صومو، سهل باش تجيب صومو من اهراس عندك السكين غير بالخف وعلامه
Ça fait plaisir. Oh my goodness, كنت قاصحة يا سي. بون غادي نقلع على هذه الجهه، نقلع لها سكين بعد نقطعها وحده، باسكو هذه غادي ندخلها في الكونشيلاتور باش كي نسحقها نهار نهار ندير بيه ندير بيه واسمه. اش ندير بيه؟ دولمة ولا حاجه؟ على الدولمة ندير بيه دغات ولا عكس؟ اوكي البنات، اوكي سحقته قطعنا رب ربع خمسه بيس، خمسة موصوبة و ضروك ندير البنات عندي باودر تاع الحوت، عندي هذا الجومبو تاع الحوت تاع الكروفيت إلي جوست مانيفيك، درته هنا وغادي ندير غير شوية هنايا، فيه الملح فيه الثوم فيه القزبر فيه كلشي، راه ينباع في النورد، قالت لي يسكن هنا في الميريكان، هو تاه للجزائر ماما هبلت عليها ساعة ما كملته لها طيبت بيه كاع، قالت لي جميله خلي لي شويه، اش درت انا؟ طيبت بيه كاع وما خليتهاش. هذا بصلتها سولت باي، سولت باي ماما طيب خمس سولت باي، غير شي عاد سولت باي. البنات هيا غادي نخليها هكا لو توم، واش غادي ندير له؟ غادي ندير له غير الثوم الذهب وال شحال ديسكاستين، غادي ندير له غير الثوم الدهان وال توم والدهان واللين. يا عطوه ماساج تايلاندز، ماساج تايلاندز وصاي. اي صاي خليها حتى كي نبغي نطيبوه نطيبوه فرح بان. يوم ياسين غادي يعاون فيا في الكوزينه، شوف الرز تاعي كي نشوف البنات، غادي ندير له عصر عليه نطفي عليه بالنار، ريحه اروع ما ياكل. بسم الله سبع دقايق من نومي ساي، انا نطيبو في الصومو فراينغ ما يلقش يطيب بزاف ولا ما بيش يولي يشرب، هي بشوية طيبوه هي بشوية مقلاة ما يلقش حامية بزاف واقف في السق هاي طرطب هاي طرطب هي بشوية قلبوها هي بشوية يا تصومو بخفف واه، وهذه اللي قد تكون كرانشي كرانشي واه. من بعد هنديرو تو زوج، نديرو تو ها تو، نديرو توم من بعد كيسمو تو بالانجلش جينجر غارليك يا يا حي جينجر هذا كان كيك ضروك تديرو فيه التوم. واو نديرو الدهان والدهان زيت the most important لين الدهان واللين يا عمري يلا هيا واو ريحة معلمة ريحة شابة واه صنع ايديا وحياة عيني نيكس تايم كي خليك طيبة اوكي صح اي سوار يوهو هاي فكرة منين ندير شو انت هي تقم تمقت قلت لك ندير الدهان ضروري الفترة الأولى درت لاخر من دروس ونسيتي تاعتها عشان يجي هذا الجبال يخافوش منه بس يجي ما لاحظ أفضل من هذه الحلوة أوكي ماما
It's really healthy if you put some lemon in your eyes. What will help you see happy? Yeah, okay. قال لي بحال يكون بيريلين في العين. يا بري لو كان ندير شويه ريم شويه حار في فمك على لسانك اللي قاطع. عندك واحد لسان اوكي في ظهرك. لا ما عرفتش ندير كيف. ايه فوالا ماما ها هو الاخرين كان صليت؟ نو واش كتقار؟ دينو وسطو بسم الله بسم الله بسم الله غادي ندير الاخر تاعي شد عليا ما تبينيش انا بيدك اي لوكس جود حلال فود يا حبيبي في ميت باني نروح حلال فيش فيش اول فيش ار حلال كاين اللي يقولك الشارك حلال كاين اللي يقولك الشارك از نوت حلال اوكي I thought shark wasn't halal. شارك بعد جي علاش جبت فرشيتك نتايا؟ Can I have some of the sauce? نقدم؟ نو اه اه الصوص حط الهي هذا ياسين طيبه نو يو ميد باي يو هيلب يو هيلب مي يامي ان ماي تامي غادي ندير لاصوص هكا من الفوق جارليك ريحه شابه But does it gonna be a bad food or one who has the most يجي delicious هوال Just eat هاك رفده شوك حطه من أنا فيه المهم العميرات هذا هو العشاء تاعنا الرز جاي هبل حتى السالمون جاي هبل ما عليا ما نقولكم غي ان شاء الله نكون خفيفة ظريفة عليكم صحة رمضانكم كل عام نتوما بخير ان شاء الله يدخل عليكم الصحة ونهنا نبغيكم قد الدنيا ان شاء الله نشوفوا دي فيديو بزاف نشارك معكم وصفات بزاف خليتكم في امان الله وحفظه وتهلاولي في رواحكم نبغيكم قد الدنيا نشوفكم في فيديو اخرى باي باي